جيت، نحن من سوريا من حلب، ساكنين بحلب. اي وقت صار هيك معي صرنا نخاف، خفت، قال لك ما خفت، خفت. بعدين صرنا ننزح، كنا نحن ساكنين بريف حلب، ننزل لحلب بيت حماي ساكنين بحلب، يعني ننزح هون وننزح هون، يعني نروح. وضع خديجة ما حطيتي لا تاكل ما بتاكل، والماء أنا حممتها ما بتتحمم، يعني أيام بتروح، يعني هلا حفوضات كبار. أنا معي سكر، معي الضغط، إيه معي الروماتيزم، باخذ دواء من أطباء بلا حدود بيعطوني. هلا معي صار تركك عظام، وبغسل عيدي، بغسلها، ما في خسالة عندي لا في براد، يعني أنا باخذ أنسولين. هلا حيطلع عند الجيران أبر الأنسولين، وبرك بغسل عيدي، ما يعني ما لي قدرة أشتري، وما معي، يعني إذا ما الله بعث لي أهل الخير رب العالمين، الله بعث، ما في حد يدخل علينا ربطة خبز. بنقول لحنا لا أكلنا اليوم لبكرة بفرج رب العالمين، الله ما بقطع. يعني في ناس بيسألوني بيقولوا لي منين تاكلي بتشربي، بقول لهم رب العالمين ما بخلي عبده جوعان نايم إلا كيفي وحيمده وشكره. إلا أفطرنا لبكرة وللمسا بفرج الله. الحياة مرة إيش نعمل؟ إذا مررناها بتمرمر، وإذا حليناها بتحلى. والله نعم ندعي لرب العالمين الله يهدي هالأمور، هاي أحسن شيء، يعني تهدى الأمور والحمد لله، يعني مستورين عم ناكل ونشرب، بس الإنسان تهدى علينا هالأمور وبارك الله فيكم، يعني الحمد لله.